لأنه الناس اليوم بدها تعرف قديش في إمكانية نتفائل، في جو يتكلم عن تفاؤل، في جو بالعكس عم بيقول نحن جايين على موجة ثالثة، والموجة الثالثة دخلنا فيها، وزير الصحة بيقول ما وصلنا لها، دكتور عاصم عراجي بيقول دخلنا بالموجة الثالثة، ما بعرف حضرتك شو حيكون رأيك، وهل سنذهب إلى إقفال عام مجددا ونحن بعدنا ما خلصنا من إعادة فتح البلد، نحن مفروض التنين يعاد فتح البلد. في كتير أسئلة تتعلق بتقييمك لكيفية إدارة عملية الإقفال العام اللي صارت، وخصوصا أنه لحد اليوم المدارس مش معروف مصيرها، ما بعرف شو هو هذا البروتوكول العالمي اللي ما بيشبه شيء اللي عم يتطبق بلبنان بموضوع المدارس، كمان بدنا نطلع من حضرتك عليه. رح بلش معك بموضوع التفاؤل. في تفاؤل عندك بأنه نحن قادمون على شيء أفضل في الأسابيع المقبلة؟ ليك خلينا نميز بين شقين، شق إدارة الملف الكورونا بالبلد ككل، يعني من خلال الإغلاق والفتح ومراقبة يعني إعادة سير الأمور بشكل طبيعي أو شبه طبيعي، اللي للأسف الجميع فشل فيه. يعني الدولة فشلت بإدارة هذا الملف بشكل كبير، المواطن أحيانا كتير لم يكن هو كمان ملتزم. بتعرف مع كل الصرخات اللي كنا عم نرفعها، بعد بتتفاجأ أنه في ناس كانوا عم يعملوا مناسبات كبيرة بخطوبات وكذا، هذا بفرج أنه كمان في مسؤولية مجتمعية وفي مسؤولية للدولة. فإذا هون بهالشق هيدا انا بضم صوتي الى صوت الناس اللي عم بيقولوا خلينا نحذر، لانه بدانا نشوف معالم خطر حقيقي عم يعصف فينا. وانا كطبيب بشوف كل يوم مرضى كوفيد 19، مرضى كورونا، في يقول لك انه بلشت ارجع اشوف مشاهد شبيهه بالمشاهد اللي شفناها او بتشبه اللي شفناها لما اضطرينا او اضطرت الدوله تسكر البلد. فاذا بلشنا نشوف ضغط حقيقي، لذلك ادعو الناس من خلالكم خلين لي التنبؤ، خاصة نحن على أبواب عودة الحياة إلى يعني الأمور إلى شكلها مثل ما كان الطبيعي قبل الإغلاق. فإذا بهالشيء هيدا أنا أعتبر أنه لا بدي أقول في تفاؤل ولا تشاؤم، في يجب أن يكون هنالك حذر شديد حقيقة، لأنه نحن مقدمين على مشكلة كبيرة. التفاؤل وين؟ التفاؤل بانه الخطه يعني خطه التلقيح ضد الكوفيد 19 بلشت تؤتي ثمارها. يعني نحن اليوم مع الوسع الجديد اللي بتوصل من الفايزر بتوصل 52 الف جرعه لقاحيه، بصور وصل تقريبا حوالي 250 الف جرعه. عندنا تاكيدات لنهايه شهر نيسان عندنا فوق ال 500 الف جرعه تقريبا او 500 الف جرعه لقاحيه من فايزر، اضافه الى 340 ألف جرعة لقاحية بين نيسان وأيار ممكن يجوا من الأسترازينيكا، وهلأ بنحكي عن الأسترازينيكا شو بده يصير. وهلأ كمان لأول مرة يعني الرخص اللي أعطيتها وزارة الصحة أتت كمان ثمارة من خلال إمكانية وصول اللقاح الروسي إلى لبنان نهارة الخميس القادم، اللي هو مستورد عبر شركات خاصة. عندنا مليون جرعة مظبوط، في وعد بمليون جرعة، هلأ حيوصل 50 ألف. ومثل ما فهمت من اللي حيستوردوا اللقاح الاستاذ جاك صراف يعني وشركته، انه موعودين انه اسبوعيا يوصل 50 ألف جرعه لقاحيه، وانه الاستاذ صراف بالاتفاق مع وزاره الصحه وبالتنسيق مع اللجنه الوطنيه رح نشرف على عمليه توزيع هذه اللقاحات، على شرط انه تكون هي ما يسمى بالبدايه قطاعيه. كيف يعني قطاعيه؟ انه مثلا في عندك مثل قطاع المطار بيروت بيقول انا واجهه البلد، انا مش حجزت للموظفين، حجزت للموظفين، المصارف بيقولوا انا حجزت للموظفين، الصناعيين بيقول انا حجزت للموظفين والعمال. نحن هاي بتريحنا، لانه اول شيء بتغيب فكره التفاوت الاجتماعي، انه واحد ما فارقه معه بيدفع حق اللقاح وواحد مش فارقه معه. ثاني شيء بتريحكم باي اطار؟ انه ما تقوم مباشره وزاره الصحه باستقدامه، هو ما يوزع مجانا بناء على الفئات العمريه، الفئات العمريه والمحدده والحالات المرضيه اللي راح يستورد عبر الشركات الخاصه. مظبوط انه سعر الجرعتين رح يكون 38 دولار، وبعتقد انه هيدي بعد مفاوضات عسيره يعني تمكنت الشركه المستورده من 38، لانه كان عم ينحكى بحدود ال 45 دولار بالاول. لذلك نحن ليش بتريحنا قطاعيا؟ بتريحنا قطاعيا لانه نحن اليوم لما بيتلقح قطاع وبتمنع بنرتاح كقطاع صحي، انه هون حمينا هالقطاع، فيه يرجع لشغله، يعني فيه يرجع لاستعاده جزء من دوره، فيه يرجع هيك عم ينحكى انه ما رح نرجع نشوف اقفال عام بمعنى الاقفال العام، لانه
في قطاعات مثل ما عم تقول رح تكون محصنه عبر اللقاح. ثاني شيء الاتفاق الجديد مع شركه فايزر اللي ابرمته وزاره الصحه كمان حيعطي فايزر 750 الف جرعه اضافيه للبنان. وخليني اقول لك كيف بيتغير المزاج اللبناني. اذا لو كنت انا عم بحكي انا وياك هالجلسه من 5 أشهر 6 أشهر كانوا كل العالم ما بدهم فايزر، فجاه صاروا كل العالم بدهم فايزر. هذا بفرجي انه للاسف الحمله التي شنت على اللقاحات بالسابق شوي عطلت او شوشت الراي العام. اليوم فايزر حتى في تعهدات من فايزر بتقريب، وبعتقد فايزر من هلا لشهر اذا لي حق احكي يعني لانه بعد اذا فايزر من هلا لشهر حزيران تقريبا، لشهر حزيران بنكون عم نحكي عن 1,200,000 جرعه تقريبا اللي هي عدد كبير من فايزر، اضافه الى ما هو قادم روسي وما هو قادم من استرازينيكا. وكمان نحن اللي صار في اتفاق مع الكوفاكس نفسها اللي بتتامن استرازينيكا غير الشركه ان تامن ايضا فايزر عن طريق الكوفاكس. يعني في 150 الف جرعه اضافيه. وبعد في وبعد بدي اقول لك انه موضوع سينوفارم ما حيكون سبقتيني كنت بقول بالمثل عمره اطول من عمر ايه. فالسينوفارم كمان في عندنا اول شيء الهبه للجيش اللبناني اللي نحن وافقنا عليها وحاضره ومفروض توصل، وفي 50 الف تقدمه من السفارة الصينية أو الحكومة الصينية إلى الحكومة اللبنانية. الخلاف الوحيد بالسينوفارم الآخر هو تسعير السينوفارم إذا بده ينعطى قطاعيا خاص، لأنه لهلأ اللي عم بيستورد السينوفارم كمان بالتسعير عم بتكون التسعيرة كتير غالية أعلى من 38 دولار للجرعتين. اعلى قد ايه عم تكون عم ينحكى بين 60 و70 دولار يعني بالهدول. وهذه يعني شوي هلا يمكن لها ظروفها، لكن بتعرف هذه لكن التسعيره طبعا شو عم بيقولوا لنا روحوا على الصين روحوا على الصين اذا بدها تكون كمان اذا باللقاح وهيك باللقاح وغالي. نحن فيما يتعلق فينا علميا وزاره الصحه استعملت حقها بانه ضبط اسعار اللقاح وهذا دوره ومشكوره، وعملت لجنه علميه اختصاصيه ثقبت نحن كمان فيها، درسنا اللقاحات الروسي والصيني. خليني أقول كمان شغلة كتير مهمة، نحن بلبنان اكتشفنا كتير شغلات هي ناقصة بالنظام اللبناني. يعني كيف مجلس النواب هلأ بدنا نفوت مع خينا عاصم، هلأ كيف مجلس النواب اضطر يشرع لحتى يستقبل أدوية، كمان اكتشفنا نحن أنه ما عندنا شيء اسمه هيئة دواء. يعني نحن في عندنا مكتب صيدلي ومكتب دواء، الدكتورة كوليت على سلامة عينها عم تقوم بجهد كتير كبير. شو لازم تعمل هيئة الدواء يعني؟ في هيئة الدواء لازم يكون في عندنا مثل الأردن ومثل أوروبا وأمريكا ومثل بريطانيا، اسمها في هيئة الدواء. يعني كل دواء بده يفوت لازم تكون الهيئة تقيمه تعطي رأي فيه. نحن مين بيقوم بهذا الدور؟ في دائرة الصيدلي، لكن دائرة الصيدلي بتتلقى أدوية مدروسة علميا وخلصين. اليوم لأول مرة أجينا تحدي بلبنان أنه نحن بالأول كنا مريحين رأسنا، الدواء اللي بتوافق عليه وكالة الدواء الأمريكي وكالة الدواء الأوروبي أو منظمة الصحة العالمية بناخده لأنه نحن ما فينا نعمل تقييم. طب اليوم أجينا لقاحين كتير مهمين نحن الروسي والصيني، لا في موافقة أمريكية ولا في موافقة أوروبية ولا في موافقة من منظمة الصحة العالمية، شو بتعمل فيهم؟ لذلك اضطرينا نحن ندرسهم كلجنة وطنية كخبراء كأطباء. نحن بتعرفي يمكن مدربين بمهنتنا لنحكم مرضى ولنقيم تقارير علمية ولنعمل أبحاث، بس مش يعني حتى جزء بس من تدريب. شو هالمخاطرة دكتور إنكم أنتم هلا عم تجيزوا لقاح ما حدا بيعرف شو ممكن يكون لها عوارض؟ خليني اقول لك، مشان هيك نحن عم نقول هو التالي. لذلك لما الوزير شكل طلب هاللجنه تتشكل هو بيحضر معها، اللقاح الروسي كان سهل علينا الموافقه عليه لسببين. السبب الاول انه الروس مبكرا بعثوا ملف كامل عن كل التجارب التي اجريت على اللقاح، وفي كثير اساتذه من الجامعه اللبنانيه والجامعه الامريكيه والاليو والبلمند شاركوا يعني مشكورين بهذه الدراسة وعملنا تقييم وتقدمت وكذا. واللي ساعدنا الدراسات العلمية اللي طلعت بالمجلات الطبية الكبرى مثل اللانست وغيرها اللي عطت تقييم جيد للقاح الروسي. لما بتنعطى هيك تقييم جيد بتريحك. لما نجينا على اللقاح الصيني، اللقاح الصيني كمان الصينيين كانوا ما عم يبعثوا معلومات كتير بالأول. لما بعثوا معلومات مشكورين وقالوا هذه المعلومات هي خاصة باللجنة وليست للنشر لأنه هني بعد ما نشروها. وكما قيل لنا أنه لبنان حصل على المعلومات قبل العديد من الدول
الأوروبية الكبرى حتى بالدواء الصيني. وهذا هون مشكور حقيقة للسفارة الصينية لأنه السفير الصيني بس هذه معلومات معدة من بلد هو صنع اللقاح وصنع مش حيقول عن زيتاته عكرين يعني. لا بالعكس لأنه الدراسة أجريت بعدة بلدان من قبل أطباء مشرفين من خارج شو البلد. شو هن عدة البلدان؟ يعني في بلدان يعني من وين أخذ شهادة؟ في 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 بلدان عربية وفي بلدان آسيوية وفي بلدان هذول بس بلدان بس عم تحكي بالرقيب الأساسي على الأدوية ما أعطى بعد موافقة. لا هو انتبه مش ما أعطى يمكن هو ما قدم في خلينا نميز بين بعدنا بيمكن ليش هو الأصعب ينعرف إذا قدموا ولا ما قدموا على لا ما هو منظمة الصحة العالمية بتقول أنا استلمت ملف لقاح. منظمة الصحة العالمية لهلا استلمت ثلاث ملفات فايزر وافقت عليه، أسترازينيكا وافقت عليه، وجونسون أند جونسون وافقت عليه. بتقول هوليك الملفات لم يسلموا، يمكن هن بيعتبروا أنه مش بحاجة لتسليمهم. لما درست هذه الملفات ولقينا أنه اللقاح الصيني جيد، حطينا درسنا وعطينا ونحن وحقيقة يعني موظفين الوزارة هون كان عندهم دور كثير مهم، أعطينا ما يسمى موافقة استثنائية. هالموافقة الاستثنائية مثل أي موافقة أخرى استثنائية للقاح استثنائي، حطينا عليها مواصفات معينة أنه اللقاح الصيني لازم يكون تحت 60 سنة العمر وكذا، لأنه الدراسة أجريت تحت 60 سنة مش لأنه في شيء تاني. ولما بعثنا لأنه جسم الإنسان مناعته أقوى بتكون ممكن. ولما بعثنا الدراسة حتى وتقريرنا للصين كمان الحكومة الصينية ردت بالشكر وقالت أنه نحن وياكم على نفس الموجة. يعني نحن صراحة نعم اليوم هل تعطي نفسك اللقاح الصيني؟ أنا بعطي نفسي أي لقاح. أنا بقول أحسن أي لقاح اليوم أبي. عندك اليوم موجودين اللقاحات الموجودة فايزر سبوتنيك. لحضرتك أساساً لا أحد مفروض أخذت اللقاح كطبيب اللي هو فايزر، بس لو كان عندك خيار كنت بتختار الصيني؟ خليني أقول لك أول شيء أنا قلت علني وبقولها هلا علني، أي لقاح أحسن لقاح هو اللي بتحصل عليه أسرع تجي. هي بداية بأي منطق؟ لقلك ليه؟ يعني اليوم لما أنت عم تتوجه لحدا شباب شباب عمرهم هلا عم ينحكى بتلاميذ المدارس مثلا بتعطيهم اللقاح الصيني؟ ليش؟ أو اللي هو غير اليوم غير موافق عليه. أنا عم ركز على الصيني. مش موافق. انتبهي لقلك مش موافق عليه من المنظمات العالمية الكبرى. موافقة المنظمية الكبرى لأنه بعد ما تقدم الملف لهم. طيب. لكن هذا ما بيمنع أنه نحن فينا نستفيد من عشرات الملايين من اللقاحات التي أعطيت في العالم. يعني خليني أقول لك مثلا عندك فايزر صار منعطى من شيء أسبوعين تقريبا أو من أسبوع كان منعطى 72 مليون واحد. أسترازينيكا منعطى ل 71 مليون واحد. الموديرنا منعطى لحدود 30 مليون، الصيني منعطى لحدود 30 مليون، الروسي منعطى لحدود ال 15 أو قد مليون. معناتها هل هول لما تعطيهم بهالحجم أهم تقييم للدواء ستناسي هو شيء بسموه بوست ماركتينج. لما تعطي الدواء بتشوفي تأثيراته. بالعكس بالبوست ماركتينج إذا بدك رأيي بالتقييم بيطلع بتقولي لي وين حسنات الصيني، بقول لك يمكن نظريا هو أسلم لقاح لأنه على الطريقة التقليدية. فعليا بقول لك يمكن لأنه نحن بنعرف عن أسلوب هذا الطريقة لإعطاء اللقاحات الناس اللي هن شباب بيستفيدوا أكثر من المسنين بهذا اللقاح. يعني فإذا اللي بياخذ هذا اللقاح حيستفيد. وعندنا ناس كثير مسنين عمرهم 70 او 65 عملوا انتي بوديز ولقوا انه عندهم انتي بوديز جيدين، وفي ناس عملوا ولقوا عندهم انتي بوديز مش جيدين. فإذا اللقاح سليم وفعال، اللقاح الروسي سليم وفعال، لقاح استرازينيكا اللي المفروض اللي كان فعال. طيب ليش هلا عم بيعمل هالموجه؟ بس قبل ما نتابع يبدو في شيء، اذا بدنا نحط فيديو انا ما بعرف هذا الفيديو صور الان بالبربير كما نشاهد. بحسب الرواية اللي قالوها السكان وعلى أساسها توجهت كاميرا الجديد إلى البربير، يقولون أنه هنالك شخص متوفي على الطريق في منطقة البربير من الساعة 5 الصبح وما حدا عم بيشيله على مستشفى. درك قالوا للمصور أنه بدهم إذن نيابة عاملة ينقلوه وما في محلات ببرادات المستشفيات. ف يعني ما بعرف، في حرمة موت، في شخص مرمي جثة ما زال على الطريق لأنه ما في حدا عم بيشيله من الساعة 5 الصبح. هيدا شيء بعتذر كتير على هذه الصور، على عن جد نهاية مأساوية لنا أنه نكون هيك. بس في حدا لازم بهلأ بهاللحظة فعلا يحترم أنه في إنسان ميت مرمي على الطريق. دكتور
هون حضرتك دكتور يعني. خليني أقول لك رأيي. أول شيء الله يرحمه أكيد بالهدول. النقطة الثانية كمان أنا برجع بقول إنه ما حدا لازم يظهر الجبتي قبل ما يجي حدا لابس تياب خاصة، لأنه ما بنعرف شو سبب الوفاة. ممكن يكون سبب الوفاة التعتير والقلة والفقر اللي للأسف اللبنانيين عم يعيشوا منه. ممكن يكون سبب الوفاة مرض، ممكن يكون هالمرض معدي، ممكن يكون هالمرض مش معدي. لذلك أول شغلة بالأساس يجب بدنا فريق طبي، يجب تطويق المنطقة يعني للحفاظ على. إذا عم يسمعوا قوى الأمن أحسن ما يقولوا دغري إنه ما فينا ياخذوا على مستشفى، بس يا ريت هيدي التوجيهات اللي يعني لازم يتبعها. يجب تطويق المنطقة لأنه ممكن يكون حتى حدث لا سمح الله له علاقة بجريمة أو شيء ما بنعرف. يجب تطويق المنطقة. اثنين، يجب أخذ الاحتياطات الطبية بالنقل. ثلاثة، بده يجي فريق خاص بالنقل كمان لابس ثياب خاصة وواقية خاصة بزمن هلا الأمراض الانتقالية. وأربعة، إذا بده ينحط حتى ببراد لازم ينحط ببراد يعني خاص ومغلف بنايلون، هو الجسماني بيتغلف بطبقتين من النايلون وبينحط ببراد خاص لحين يجي طبيب شرعي ويعمل تأمين جدي. ما في برادات بالمستشفيات عن جد؟ عن جد ما في برادات بالمستشفيات؟ ما كمان شو هني هيدا المنطقة؟ هلا لا لقلك شو اللي بيصير. نحن ونحن مارسناها كثير احيانا للاسف بايام الحروب وكذا، انه احيانا كثير مش غلط بالبراد انك تحطي اكثر من جثه بمحل. ايه فبالامكان اذا يعني بس يصير في تنسيق، انا برايي بالامكان بسهوله. بس عم نحكي من الساعه 5 الصبح. ايوه انا ما هلا صرنا الساعه 11:30. للاسف يعني مؤسف يعني هالشيء هذا، ونتامل انه هالمنظر ما يتكرر بلبنان بكره نتيجه. لانه هذا فعلا هذا اخر الدنيا، هذا اخر الدنيا. وبذكرنا كنا بمشاهد الناس اللي كنا نشوفهم بالمدن اللي فيها ملايين الاشخاص اللي كانوا فيه، يصير للاسف حالات مشردين يموتوا بسبب ظروف يا اما مرضيه او ظروف طقس صعبه. اسمح لي انه نرحب بدكتور عاصم عراجي رئيس لجنه الصحه النيابيه اللي سينضم معنا بهذه الحلقه. صباح الخير دكتور عراجي. صباح النور إليك ست نانسي ولا دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك دكتور عراجي. حضرتك البعض عم بيقول من الناس اللي عم بيعمموا دائما أنه نحن رايحين على المصيبة. هلأ من أول الأشخاص اللي عم يحكي عن دخولنا بالمرحلة الثالثة هو عاصم عراجي، بوقت وزير الصحة عم بيقول لا نحن ما دخلنا بالمرحلة الموجة الثالثة. نحن وين؟ مين بدنا نصدق؟ أول شيء بدي أحكي بالنسبة للشيء اللي قرأ له الدكتور عبد الرحمن اللي هي هيئة الدواء. نحن بلجنة الصحة النيابية يعني من حوالي تقريبا 3 سنين، يعني تقريبا من 2.5 سنين، جمعنا كل واحد معنا بقطاع الدواء بلبنان، وعملنا شيء اسمه لبنانيز أدمنستريشن أو هيئة الدواء اللبنانية، تقريبا على نفس النمط مع الأردن وهيئة الدواء الموجودة بالمملكة العربية السعودية. وطلعنا كمان على الـ FDA، بس الـ FDA لأنه فيها شيء للدواء والغذاء ففصلناه، لأنه نحن عندنا قانون سلامة الغذاء لغاية هلا ما طلعت المراسيم التطبيقية طبعا. فنحن خلصنا القانون من حوالي سنة وشوي لجنة الصحة بعد يعني اجتماعات عديدة عملناها، ووصلنا للبنيز رج أدمنستريشن هيئة الدواء اللبنانية، وهيدي بدها تمر على لجنة إدارة والعدل. هلا صار له القانون حوالي تقريبا يمكن سنة أو سنة وشوي بلجنة الإدارة والعدل. هلا كان عندهم يعني تقريبا آخر مرة اجتمعوا كان عندهم بعد يعني شيء بسيط إنه لا يخلصونا إياه، وجت موجة الكورونا وبعده موجود بالإدارة والعدل. ونحن دائما عم نركز دائما باجتماعات مجلس النواب. لحظة دكتور، عم بتقلنا من سنتين وبعده موجود صحيح بلجنة الإدارة والعدل؟ لا، من الإدارة والعدل من تقريبا شي سنة وشوي. لا إذا من سنة أحسن. من سنة سنة. طب ولو من سنة في كورونا دكتور عراجي، شو عم يعملوا أساسا لجنة الإدارة والعدل إذا هيك؟ شو عم يعملوا فيه بس تنعرف؟ يعني اجتمعوا يمكن فوق 5-6 مرات، هذا القانون كثير مهم في كثير، بس لا يعني تاخروا يعني بسبب انه يعني كان المجلس كثير كان مع الاداره، بس نحن لانه كان احيان بعض الاحيان يصير في مشاكل قدام المجلس ما يجتمعوا او بسبب كورونا عده مرات بسبب انه هن ما بيجتمعوا بسبب انه اللجان اساسا دكتور عراجي وما بتطلع بقوانين مثل الخلق. بلا نحن عندنا مقوله شهيره اسمها
مقبرة القوانين هي اللجان، وهلأ حضرتك عم بتقلنا بهالقد نحن وضع دقيق بكورونا صار لسنتين صحيح. لحد هلأ بعد لجنة الإدارة والعدل مش مطلعة هذا القانون. اجتمعوا ست نانسي فوق الست مرات سبع مرات وعملوا لجنة فرعية رجعوا، لأنه من ناحية طبية ما تدخلوا هني من ناحية طبية، من ناحية القوانين كيف تعرف أنت باللجنة الإدارة والعدل هني بيقوننوا القوانين أكثر من لجنة الصحة. نحن خلصناه على اساس طبي واساس كمان لانه كان في معنا كمان يعني الله يوجه له الخير القاضي جوني ازي اللي هو اكثر واحد عم يشتغل بالقوانين الطبيه وهو اللي ساعدنا بالقانون الاستخدام الطارئ لمكافحه كورونا. هلا كان عندهم جلسه وحده على اساس يخلصوا ويحلوا على الهيئه العامه بعد ما بعرف يمكن بالايام القادمه يمكن شو اسمه، بس اذا مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن اذا هذا انجز هذا القانون هذا بيصير من اهم القوانين بالدوله اللبنانيه لانه هذا بينظم عمليه استيراد الدواء وجوده الدواء وبتضمن كمان مختبر مركزي لانه بالاساس لازم يكون عندنا مختبر مركزي لفحص الادويه، حتى الادويه الوطنيه لازم تنفحص، يعني هذا كان القانون شامل كامل لكل الدواء والاستخدامات الطارئة واللي يعني وجودة الدواء وكيف بدنا نسعر الدواء، يعني شغلة كثير منظمة بهذا القانون، إن شاء الله هلا بأسرع وقت تخلص الإدارة والعدل وتحول على الهيئة العامة، بس نحن كلجنة صحة بس قد ايه عندنا وقت السنة. بعد دكتور قد ايه بعد عندنا وقت؟ أنا سألت آخر مرة قالوا لي إنه تقريبا هن جلسة وحدة بخلصوه بيحولوا على الهيئة العامة، أنا متابع للموضوع بشكل دائم. يا ريت لجنة الإدارة والعدل بده يحكي شيء دكتور عبد الرحمن. بدي ضم صوتي لدكتور عاصم لأقول حقيقة إنه نحن هلا جاي علينا موجة أدوية جديدة. صحيح. موجة أدوية لها علاقة بالكورونا نفسها لأنه العالم بلش يتعود على فكرة إنه الكورونا باقي. وبالتالي الانتصار على الكورونا جزء منه اللقاح وبكره يمكن يجينا اجيال جديده من اللقاحات بعد شوي، وجزء من الانتصار على الكورونا الادويه مزبوط. وفي ادويه بتعرفي مثلا الوكاله الفدراليه بامريكا راحت على كل الشركات اللي بتعمل المضادات الاسام وصدرتها كلها اشتريتها منهم وهي حتوزعها مجانا على الامريكيين. نحن بكره حتجينا لسته ادويه عم بيصير تجربتها بالعالم وممكن نحن نكون جزء من هذه حتى التجارب السريريه الادويه بتجرب بالغرب وبالشرق وبكل العالم. يعني اذا هيك لازم يكون حاله الطوارئ عندهم للجنه الاداره والعدل وباقل من اسبوع يكونوا مخلصين هالقانون. يعني خلينا نحول يعني خلينا نحول الوباء الى افضليه، يعني خلينا نحول الوباء يعني كيف نشوف افضليه كيف اليوم كيف تم تحويل الوباء الى افضليه لما نشرعوا بلجنه الصحه بالاول وبعدين الاداره والعدل الموضوع القانون تبع الامرجنسي يوز اوثورايزيشن الاستخدام الطارئ. انا برايي خلينا نحول الوباء الى افضليه وهالشغلات اللي كنا عم نعملها على مهلنا تكون مناسبه جديه. دكتور عاصم يعني نحن الناس كل مره عم تدفع ثمن شيء اقفال شيء ممنوع يعني بياخذوا ضبوطه كل هيدا لانه بيقال انه خلص نحن بدنا في تقصير بموضوع التباعد الاجتماعي والوقايه وبتتقاصص الناس بمكان معين. طيب هيدول اللي ما بيشتغلوا شغلهم فعلا النواب باي حق اليوم نحن قلنا عين نقول للعالم سكروا مصالحكم ونقول صار لهم سنتين عم يدرسوا مشروع قانون ولهلا لم يقار؟ ما في منطق دكتور عن جد ما بقى في منطق. ست نانسي هذا قانون كثير مهم، انا مش عم دافع عن لجنه الاداره والعدل بس حقيقه اجتمعوا عده مرات اجتمعوا دكتور ظل بده يجتمعوا كل يوم عده مرات بدك تقول لي بسنتين اجتمعوا ست سبع مرات هو عده مرات. أنا بتمنى يكون زميلنا الدكتور رئيس اللجنة رئيس اللجنة إن شاء الله يكون عم يسمع دكتور جورج عدوان. هلا ما بعرف إذا هي عنده بس كمان عن جد مش مسموح لا. هيدا اسمه مش مسموح وما حدا بقى يطلع يقول لنا بدنا نكافئهم على إنجازات. خلينا نقول إنه الأستاذ جورج حقيقة بموضوع التشريع الاستخدام الطارئ تجاوب بسرعة، بعتقد إن شاء الله كمان في يتجاوب بسرعة بهالموضوع إن شاء الله بسرعة بعد سنتين. طيب شغلة تانية دكتور عاصم إقفال عام موجة ثالثة شو القصة؟ صحيح بعدنا ما فتحنا نحن البلد على الآخر نحن التنين في مرحلة ومن بعد التنين في أساسا الملاهي والحانات ما تكون رح منا فتحت المدارس لم تفتح فشو بدنا نرجع نسكر قبل ما نخلص مرحلة الفتح الكلي؟ لا مش عم بقول نحن لازم نسكر لأن نحن وضعنا الاقتصادي كثير سيء وضعنا الاقتصادي سيء جدا وحتى لو اللجنة الوزارية أخذت قرار بالإقفال ما حدا من المواطنين حينفذ القانون. ليه؟ لأنه الوضع يعني الاقتصادي بيحتم على الناس تنزل تشتغل مشان تاكل
انا بنضيعه وبعرف اذا في ناس ما اشتغلت باليومي ما بياكلوا. انا اللي عم بقوله انه هلا بما انه ارتفعت نسبه يعني او الاصابات بعدها هي من 3500 4000 ونسبه الوفيات بعدها عاليه والنسبه الايجابيه للفحوصات بعدها عاليه. انا دعيت انه يصير في التزام من الناس. يعني لما انا بدي اقول لا بدي هيك ولا بدي هيك، لا بدي اطبق الاجراءات ولا بدي مثلا سكر، يعني بساعتها بنكون عم نخسر الصحه وعم نخسر الاقتصاد. انا اللي عم بقوله عم بتمنى على الناس، نحن ما بدنا نسكر الاقتصاد بس كمان لازم تلتزموا لحتى الاصابات ما ترتفع اكثر من هيك. لانه بتعرفي انت هلا في باوروبا في موجه ثالثه، ونحن ملاحظين انه معظم المستشفيات هلا باقسام الكورونا معظمها فيها مليانه. فيعني انا لما بعرف انه مستشفى الرئيس الحريري في 26 مريض بالطوارئ تركينهم بالطوارئ اللي له محلات وعم يعالجوهم بالطوارئ، لما بعرف كمان ما بعرف دكتور عبد بيعرف اكثر مني بالجامعه الامريكيه. هيدي حال كل المستشفيات دكتور عاصم حقيقه، حتى بالجامعه مزبوط. بس هون كمان دكتور نحن سكرنا البلد شهرين كل المستشفيات شو عمل؟ بس هيدا الحكي نحن حكيناه قبل بكون يعني بس ما كمان نحن حتى يعني بالارقام كنا بال 5000 بعدنا تقريبا 3000 4000، كنا بال 60 وفاة بعدنا بال 50 وفاة وطلوع. طيب شو صحيح. عملت هالدولة لما قررت تسكر البلد؟ كنتوا من شهرين على القد عم بتقولوا ما بقى عندنا محل سلاح، عملوا مستشفى صحيح. ميداني، ما نعمل مستشفيات ميدانية. طب ما كمان انه الناس شو بدها تعمل؟ بيقولوا لكم تسكرنا مصالحنا وفي مكان في التزام، في أمكنة ما فيها التزام، ما فيك تفتح سوق شعبي وتسكر مدرسة، ما فيك تفتح ألعاب ميسر وتسكر، يعني مش منطق اللي عم بتعطي الدولة أو السلطة أو من هم في السلطة، فعلا غير منطقي. ست نانسي لما سكرنا البلد 3 أسابيع قطع خطه عاصم يبدو وسكرنا البلد فتحوا، لما اجوا فتحوا البلد مره ثانيه ما فتحوا اول مرحله، المرحله الاولى كانت هي الوحيده المرحله الاولى هي الوحيده اللي طبقوها، بينما المراحل الثانيه الو نعم عم نسمعك ألو. معنا دكتور حضرتك بينما المراحل الثانيه والثالثه والرابعه اللي بدها نهار الاثنين فاتوا ببعضهم، يعني ما في شيء انا ما بعرف، ما كله فتح ما يعني في فيش غير المدارس. المدارس شو رايك هلا بدي اسال عن المدارس، شو رايك بالمدارس؟ كمان دكتور عبد الرحمن البزري عنده راي، شو رايك بنظريه وزير التربيه انه نحن ما بدنا نفتح المدارس لانه ما في لقاحات؟ صار هيدي السنه عم بتطير على الطلاب بالتاسيس صحيح. في جيل صحيح. عم ينضرب يعني بالتخرج في جيل عم ينضرب وما في ولا منطق مقنع يقول ليه ما عم تفتح المدارس. حضرتك طبيا يعني بالتقييم الطبي اذا بدنا نقول أنت مع قرار وزير التربية بأنه ما عم يفتح المدارس؟ أنا أول شيء بدي كفيلك بس ليش أنه مثلا دعايت الناس تلتزم، لأنه أنا خايف على الناس، قلق على الناس، لأنه الناس عم بتروح على المستشفيات ست نانسي إذا ما في محلات، أو أنه أحيانا يعني إذا فات المريض عم يدفع ملايين الليرات. يعني أنا من خوفي أنه الناس أوريدي الناس وضع الاقتصادي سيء، مشان هيك عم بقول لهم التزموا، ما بدي سكر الاقتصاد بس كمان الناس عم تلتزم دكتور بحد كبير إلى حد كبير جدا. بتلاقي اليوم يعني وكيف ما مشيت بالشوارع في ناس حاطة كمامات إلى حد كبير، ما عم بحكي بالمناطق اللي يعني كمان في تقصير من القوى المحلية اللي هي مش عارفة تضبط هذه الأماكن. أنا اسمح لي عاصم بس دقيقة فيك تفوت عادي على عادي. لا بالعكس عاصم بدي أقول لك شغلي، أنا برأيي أنه اليوم سمعتي خبرية عم يحقق الشرطة الروسية بوزيرة الخارجية برئيسة الوزارة الروسية لانه عملت عشاء بعيد ميلادها في 14 زلمه تجاوزت 4 أسبوع اي واحد. اثنين وزيرين استقالوا بالمملكه الاردنيه الهاشميه ويعتبروا واحدهم بعرفه منيح يعني يعتبر من الوزراء المهمين عندهم لانه تجاوز حدود التباعد الاجتماعي باحد الاماكن العامه. يعني طيب سؤال، نحن مثلا ما هي عندنا المعلوماتيه وعلى التليفونات وقاعدين بكل العالم بتعرف في ناس عم تتباهى بتجاوز القانون. ناس يعني ناس الناس والمسؤولين بغض النظر بكل العالم. إيه فانا برايي انا يعني انا مشان هيك اللي بدي اقوله انا انه خلينا نحن نفرجي انه قادرين نعاقب كم واحد لهم قيمه
عن جد كم واحد لهم قيمة يتعاقبوا على مخالفته للقانون، ساعتها بتعمم فكرة انه مخالفة القانون. دكتور قدام عيونك خالفوا القانون، جيت بدك تستقيل وما قدرت تستقيل، ليش ما قدرت تستقيل؟ لا تراجعت لأسباب طبية، تراجعت لأسباب طبية، بدك تقول لي طبق القانون؟ عمين بدي طبق قانون على وزير داخلية بقول لهم للعالم قعدوا ببيوتكم بيكون هو سهران بمكان في تجمع، أم على وزير صحة؟ لا كمان يعني إذا بدنا نحكي مثل ما هي الأمور، يعني ما فينا نحط العالم وننزل فيه ونجلد إنه في هؤلاء هن اثنين مسؤولين مباشرة، قد ايه هن عم يلتزموا بهذا الأمر؟ أنا برأيي لك خلينا نقول مش هيك، أنا بقول هذا يعني ما فيك تطلعي قوانين إذا القانون شو يعني القانون؟ القانون معناتها إذا خالفتيه في 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 حساب، في في ضبط، في ثمن، في اللي هو نحن ما حدا عم يحاسب حدا بالمخالفه بغض النظر عن يعني كل وزير له حسناته وله سيئاته وله بالهدول بغض النظر. اللي بدي اقوله انه ايه لا يعني جديا اللي عم بقوله للدكتور عاصم صحيح، نحن ما بنحمل تسكير جديد بالبلد اقتصاديا وما بنحمل فلتين صحي جديد كمان صحيا. كيف بدنا نوازن بين الامن الصحي والامن الاقتصادي؟ انا برايي هون في مسؤوليتين، في مسؤوليه الدوله هي بالاساس، مسؤولية عن الناس، وبعدين في مسؤوليه على الناس.